بمناسبة الكلام عن الرياضات، يعني بيخيل لي ان الرياضة زي الجمباز بصفة خاصة بيبقى فيها تحميل قوي على مفاصل والركب والكوع الى اخره، هل بيبقى لهم وضع خاص او تريتمنت معينة؟ هو طبعا المفروض في بلاد الدنيا كلها، بس طبعا برضه مش عندنا في مصر للاسف. يعني رياضتين اساسيتين لاي طفل، ودي بقى النصيحه اللي بقولها لكل الناس، يعني الجمباز والسباحه. لو انت عايز تبدا بطفل هيلسي، طفل صح، يبقى صحيح صحيا ويبقى يعني ان شاء الله جسمه رائع، يبدا برياضتين او واحده منهم، يعني الجمباز والسباحه، دول اللي بيبنوا الجسم صح. هو اللي بيحصل مع رياضه الجمباز، الرياضه تقيله جدا، كان ليها المفروض مقاييس معينه في التمرين. احنا برضو للاسف هنا بشوف هنا حالات كتيره جدا في الجمباز تحديدا، بيحصل مشاكل كتيره جدا، وخصوصا موضوع الخشونه نتيجه الاوفر لود اللي بيتعمل على الاطفال، وده في سن بيبقى صغير جدا، لان برضو رياضه الجمباز بتبدا في سن بدري جدا، من 5 سنين لازم يبدا الطفل او الطفله في الجمباز. طبعا بيكون لسه نهايات العظام ما لمتش، الابيفيزس ما بتكونش لمت. هل ده اللي بيدي انطباع لناس كتير ان الجمباز مع الاطفال صغير السن ممكن يعني يعرقل ان هم يطولوا؟ بالظبط، وهو ده ممكن بيحصل في بعض الحالات، وبيجي لي حالات كتير جدا منها انزلاقات غضروفيه نتيجه اطفال؟ نتيجه ان الرياضه نفسها عنيفه جدا، والاعداد للاطفال هنا مش حلو. يعني يمكن على مستوى اوروبا وامريكا وكده لا بيبقى في اعداد جيد جدا. يعني ايه اعداد الاطفال عندنا مش حلو؟ يعني انا بس بشوف هنا ان في اطفال بيشيلون حديد. الحديد ممنوع تماما لاي طفل لغايه سن البلوغ، لغايه 14 15 سنه ممنوع يشيل حديد. طب اقويه ازاي؟ اقويه بحاجات اسمها المقاومات المرنه، اللي هي زي ايه؟ بالظبط كده، السيراباند، الاساتيك، الكلام ده كله، دي هتعمل تقويات، بس في نفس الوقت هتعمل مرونه للجسم كمان، انها مش تعمل اوفر لود على جسم الطفل يعني. وده للاسف اللي بيحصل يعني. ده منتشر يعني، مفيش مكان مركز نادي مع عنده الثقافه دي يعني عندنا؟ معقوله للدرجه دي؟ للاسف ده موضوع خطير على فكره، موضوع خطير. طيب.